السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. راح يكون موضوعنا لهذا اليوم شرح، او في هذه الفيديوهات راح نشرح سلسلة جريان مواع. راح نعتمد على ملزمة الدكتور صلاح ابراهيمي الصور، دكتور صلاح ابراهيم، عفوا دكتور صلاح ابراهيم. راح نبدي ننتقي في مواضيع مهمة للطلبة، نبدي ناخذ نشرحها. فالشابتر الثالث هو يتكلم عن fluid flow and it is application. زين طلاب، شنو هو مصطلح الستاتيك فلو؟ الستاتيك فلو اللي هو شنو، اللي هو نقدر نعرف مين ذات the fluid at the rest، يعني هو السائل عند السكون. سائل عند السكون شو سما؟ يسمى static fluid. هنا أنا راح نتعلم شلون نقيس الضغط في الأنابيب، في أعتقد منطلق حتى للخزانات. تمام، فأول شيء راح نوضح بشكل عام شنو البرشر وأنواع البرجر، أقصد به الضغط يرمز له بالبي. تمام، فهنا أنا راح نجي نوضح البرشر إن فلويد، الضغط في السوائل. الضغط في السوائل يعني هنا أنا حتى ترجمة الضغط في السوائل، عندنا أول واحد إيش راح يكون عندي؟ برشر ان فلويد عندي ثلاث انواع للضغط، اللي هو سحوله اتموسفيرك، اتموسفير برشر، سفيرك برشر، والثاني اللي هو الجيج برشر. والثالث اللي هو الفاكيوم، فاكيوم برشر. عفوا طلاب، هنا مو ثلاث انواع، عندنا ايضا النوع الاخير اللي سحوله ابسوليوت برشر، اللي هو هذا اللي نحسبه ابسوليوت، اللي هو الضغط المطلق برشر. تمام، هسه عديت اربع انواع من اتموسفيريك بريشر وجيج بريشر فاكيوم بريشر وابسوليوت بريشر. هسه بس جاي نوضح تعاريف او فد مفاهيم اساسية، بعدها نذهب الى الامثلة والقوانين. الجيج بريشر مراش يصح له الاور البوزيتيف، بوزيتيف، وهنا الفاكيوم لانه سحب شي صح له نيجاتيف، نيجاتيف بريشر، وشنو البوزيتيف بريشر. تمام، هذني ثلاث انواع اللي نحتاجن بالضغط او بشكل عام ضغط مقسم الى. هسه اذا ارسم رسم توضيحي يوضح لي وين مستويات الضغط، فنجي دائما احنا نعتمد، حيكون اساسنا هرسم هذا الخط، ألون بكل ملون، هذا الخط الأول، هذا الأحمر، هذا الثاني، هنا أربع أنواع من الضغوط، هذا الثالث، وبعد الأخير هذا الرابع. تمام، جيد، نأخذ لون آخر. هذا آخر شيء عند البوتوم يسحول الأبسوليوت، أبسوليوت البرجر الأعلى منه اللي هو، طلع شوف هذا اللي بالنص، هذا الأتموسفير، تحته يكون الفاكيوم، تحته يكون الفاكيوم، والأعلى منه شو يكون؟ يكون الجيج برجر. تمام، يعني الاتموسفير بريشر راح يكون، اتموسفير بريشر
راح يكون عندي بين الجيج بريشر وبين الاتموسفيرك. قلنا ابسوليوت هو اخر شيء. زين خلينا نجي لمعادله ابسوليوت بريشر شو يساوي. ان هذه المعادلات نحفظها بس راح نستنتج منها. يساوي يقول لك الابسوليوت بريشر يساوي الاتموسفير زائد منو زائد الجيج زائد الجيج بريشر. تمام زين ابسوليوت وين هذا تمام. الابسوليوت هي عباره عن الاتموسفير زائد الجيج صحيح. هذا زائد هذا راح يعطيني ابسوليوت. او يقول لك الابسوليوت شو يساوي الاتموسفير ناقص الفاكيوم. ناقص الفاكيوم راح ايضا يعطيني الابسوليوت بريشر. زين يعني هنا في حالة إذا يقول لي find شنو الفاكيوم find الفاكيوم فاكيوم برجر مثلا لضغط معين سال فاكيوم برجر من استخرجه عندي الاتموسفير ضغط الجوي عندي الابسوليوت راح استخرجه من سؤال. فهنا أنا من هاي المعادلة الفاكيوم مش راح يساوي انقل الفاكيوم هنا شنو عندي سالب فهذا يجي لهذا الطرف وهاي ترجع لهنا حتى يصير موجب. فيصير اتموسفير ناقص الابسوليوت وهكذا ساب الامثلة اذا راح توضح عندنا. هسه طلاب راح نجي لهذا السؤال نريد نحله. A large tank a large storage tank contain oil having a density زيد كثافة. يعني يقول لك هنا عندي تانكي يحتوي اويل يحتوي يعني زيت او نفط اي انواع من الزيوت كثافة مالته هالقد والتانك طوله شقد 3.66 متر 3.66 سنتيم يعني 3 متر 66 and vented ويعني معرض الى التهوية الاتموسفيرك شقد 1 اتموسفير. The tank is full with oil to depth ايش قد عمق الملي 3.05 also contain 0.61 متر. شنو هذا الووتر ذا بوتم اوف ذا تانك يعني عندي هنا الاويل وعندي الووتر. كالكوليت ذا بريشر ان باسكال وبي اس اي عدمة عنده 3.05 يعني للاويل from the top of the tank and from the bottom and calculate gauge pressure at the bottom of the tank. تمام طلاب السؤال قرينا حولته لهنا حتى نقدر نوضح عليه. تمام هسه راح نجي وش خلينا نرسمه بالضبط هنا large tank storage larger tank larger storage tank contain oil having density. هنا عندنا يعني اول شيء اول نكتب المعطيات يعني هنا هاي هنا راح نكتب طبعا هنا solution الحل. فاول شيء نكتب شنو لنا المعطيات اللي عندنا فهنا راح نحط حقل المعطيات. اي سؤال يجيك لازم تكتب معطيات سؤال حتى تعرف شنو المطلوب منك شنو المعلومات الموجودة بالسؤال. فكثافة الأويل هنا المطيق يعني نشقد شي يساوي 917 كيلوغرام على المتر تكعيب. ايش عندك بعد the tank هذا هاي اول شي هنا أنا. كثافة التانك ايش عندي طول التانك يشقد يعني الهاي مال التانك يشقد 3.66 ايضا خل رسمه بنفس الوقت. هذا التانك عندنا تمام. خلنا نرجع نكمل المعطيات حتى نقدر نرسمه بشكل كامل. يقول لك التانكي معرض للتهوية من الاعلى عند اتموسفير بريشر شقد بي نوت يساوي 1 اتموسفير اللي هو شنو هذا مفتوح من فوق
حيث برجر قد واحد بيش يساوي واحد اتموسفير، هذا ضغط الجو. اتموسفير ات ذا توب، شوف يقول لك ات ذا توب من الاعلى. ذا تانكي از فول وذ ذا اويل، ذا تانك از فول وذ ذا اويل، يعني عندك يقول لك الخزان ملئ بالزيت شقد 3.05 متر، هذا معطيك اياها بوحدات الفوت. And also يحتوي إيش قصة 0.61 of the water in that bottom، يعني يقول لك هنا أول شيء عند البوتوم إيش قد، يعني هاي هنا أسويها بالأحمر، هاي هذا water إيش قد ارتفاعه الووتر اللي هو 0.61 متر. زين ايش قد ارتفاع شنو بعد عندنا؟ ارتفاع الاويل، هذا ارتفاع الووتر. نو بيقول لك هذا كله هو عبارة عن هذا الخزان كامل متروس، شنو هذا؟ هذا اويل، ايش قد ارتفاعه المملوء بالاويل؟ 3.05 متر، هذا بي اويل. زين الخزان كل ارتفاعه ايش قد؟ 3.66. فاذا نجمع هذا ويا هذا المفروض خلينا نشوف هل يطلع لنا خزان كله او يطلع جزء اكو فراغ من الاعلى. فلما نقول 3.05 هذا جزء الاويل، جزء الزيت زائد 0.61 هذا جزء الماء. فواحد أول شيء نزل عدد صحيح 3.6 1 و 1.5 نانا 6 زائد 0.6 متر، 3.66 اللي هو بالضبط راح يكون لارتفاع التانكي. إذا التانكي مملوء إلى الآخر بالأويل بالزيت والماء. نجي نكمل. Of the water in the bottom of the tank. ها هسه يقول لك المطالب. شوف أنا عينت شنو أحتاجه. عندي كثافة الأويل، عندي ارتفاع التانكي، عندي ارتفاع شنو؟ ارتفاع الأويل وارتفاع شنو الثاني الووتر. معلومات. يقول لك احسب لي برجر عند الأويل، البرجر عند التانك، يعني نرمزلها واحدة البرجر عند الاويل، برجر ات ذا بوتوم يعني عند الووتر، واحدة راح نرمزلها بي 1 واحدة راح نرمزلها بي 2. يعني هذا اول واحد الضغط المسلط هنا، نجيب غير لون الضغط المسلط هنا راح نرمزله بي 1، والضغط اللي يسلط على الثاني راح نرمزله اللي هو بي 2. هذا هنا هو بي نوت اللي هو 1 اتموسفير. نجي ننزل هسه نجي الى كيفية حل هذا السؤال. هنا ثبتنا المعطيات، قلنا بي 1 او خلينا نجي اول شيء البرجر شي يساوي الضغط، يساوي الفورس القوة على من؟ على المساحة. تمام زين القوة شو تساوي؟ القوة شو تساوي؟ تساوي الكتلة التعجيل الارضي. زين فورس شو تساوي؟ تجي الكتلة شو تساوي هنا؟ كتلة عندنا الكثافة شو تساوي؟ مو كتلة على الحجم. إذا نستنتج وسطين في طرفين، كتلة شو تساوي؟ أي يساوي كثافة في الحجم، في الحجم نق زين الحجم هنا شو يساوي؟ الحجم هذا الحجم إيش نقدر نفتحه؟ مو هو عبارة عن المساحة مضروب في الارتفاع؟ هو هذا الحجم صحيح، مساحة أي غرفة إذا أضربها في ارتفاعها يطلع لي حجمها. إذا نقدر نقول الكتلة تساوي الكثافة في المساحة في الارتفاع، هاي شنو؟ الكتلة. خلنا نرجع الكتلة نعوضها وين؟ هنا ويساوي كتلة عدي كثافة قلنا بالمساحة بالارتفاع في شنو هنا؟ في التعجيل.
هاي عند الفورس. زين خلينا نجي الفورس نعوضها بالبرشر. البرشر اذا يساوي الفورس هي كثافه بالمساحه بالاتش بالجي على من؟ على المساحه. على المساحه، مساحه هاي ويا هاي المساحه حذفت. اذا المحصله النهائيه راح تكون عندي البرشر ايش راح يساوي؟ رو جي اتش. هاي هي معادلة البرجر، اشتقيت لك اياها من هنا او تقدر انت تحفظها وتمشي امورك، بس انا افضل انه ما تحفظ انه ما تفهم شلون جايه. فنجي يقول لك اول شيء يريد عند البرجر الاول رو جي اتش المن كان الاول، خلنا نصعد شوية المن كان للاويل، كثافة الاويل، ارتفاع الاويل، تعجيل الارضي. زين كثافة الاويل قد مطينا اياها هنا أنا. طلعنا اول عفوا مطيه بسعر 917، ارتفاع الاويل قد 3.05، نرجع هنا هنا 917 في تعجيل الارضي 9.81 في الارتفاع راح يكون 3.05 ويساوي ها طلع بزين. قبل البي 1 هاي رو جي اتش هذا قانون البرجر. زين خلص عد هنا لهذا التانكي. هذا البي 1 شنو بعد مأثر عليه؟ سان طلعت الضغط مال هذا الاويل، مو مأثر عليه ايضا البي نوت لان يعني هو مسلط عليه. والبي 2 شنو مأثر عليه؟ مأثر عليه البي 1 والبي نوت وهاك. اذا البي 1 هنا نجي يعني هنا نضيف زائد البي نوت، فزائد البي نوت اللي يجد يساوي طبعا البي نوت طلاب هو مطينا 1 اتموسفير، فبي 1 يساوي نطلع هاي المعادلة هنا فراح تطلع لي هنا 1 اتموسفير. طلاب انت المفروض تعرف 1 اتموسفير هذا بالتحويلات يساوي 101.325 كيلو باسكال، اما تكتبه بهالطريقة او تكتبه بهالطريقة. فمجموع سادة عدة كالكوليتر راح اضرب هذا الرقم راح يطلع عندي 1.2872×10^5 باسكال. طلاب بحيث هسه اذا نحاول نضرب هاي القيمة اللي هي 9.917 في ايش عندنا هنا التعجيل الارضي 9.81 في ارتفاع الاويل زيت 3.05 طلع لي هاي قيمة الضغط عند الاويل. نجمعها مع شنو طلاب؟ راح نجمعها مع الضغط الجوي الواحد اتموسفير. قلنا شو يساوي؟ 101.325 كيلو باسكال. بس اذا نفتح الكيلو، الكيلو شو يساوي طلاب؟ الكيلو هي 10^3 يعني 101.325 شنو باسكال. يعني هسه بالاخير راح تطلع لي ضغط بيمن بالباسكال، راح يساوي عند النتيجة كالاتي. هاي طلاب النتيجة اللي هي 1.2872×10، هنا ما حاطين 10^5 لأن باسكال قلنا، في 10^5 إذا 1 2 3 4 5 هذا أخذ 5 مراتب طلاب جمعهن لهنا. إذا هاي ضربناها بالحاسبة والنتيجة هي نفسها. يعني في حال طلاب يشوفوها بالملزمة أو ما يقول لي شلون هنا صارت 10^5 فهاي هنا ضربناها بالحاسبة حتى يتأكد من الطالب. نجي طلاب نكمل السؤال، وين وصلنا آخر شيء؟ ها برجر الأول طلعنا، برجر الثاني بي 2 غير خط البي 2 راح شي يساوي هم رو جي اتش كالمعتاد رو جي اتش. زين هنا رو جي اتش زاد يا ضغط هنا طلاب خليجي هذا التانكي رسمناه خزان
قلنا الضغط الأول يعني الضغوط المسلطة عليه من الأعلى اللي هو فقط بي نوت، بينما البي 2 شو مسلط عليه؟ مسلط عليه ضغط الأويل ويا ضغط ضغط الأتموسفير. فهنا بما أنه البي 1 هو يشمل ضغط الأويل وضغط الأتموسفير، إذا بي 2 شو يساوي؟ اللي هي رو جي اتش اللي هو ضغط الووتر زائد ضغط البي 1، أو أقول البي 2 شو يساوي؟ ضغط الووتر البي مال الووتر زائد البي مال اويل زائد البي مال نوت. زين هذين الثلاثة انا طلعت ان اللي هي بي 1 عند هاي النقطة، فاختصر العمل فاقول هو عبارة عن ضغط الووتر زائد البي 1. راح اجي اكتبه هنا أنا. رو جي اتش اللي هو هذا البي مال الووتر زائد شنو البي 1 بي 2 يساوي كثافة الووتر هي الف في 9.81 في ارتفاع الماء اللي هو كان معلوم. ايش قد عندنا ارتفاع الماء؟ ارتفاع الماء هنا طلاب 0.61 هذا ارتفاع الماء 0.61 زائد بي 1. بي 1 ايش قد طلعناها؟ خلنا نمسح هاي بي 1 خلنا نعوض القيمة مباشرة. بي 1 كانت هايها بالأعلى 1.28762 في 10^5. فأيضا راح نجي للكالكوليتر، عندنا ألف في 9.81 في 0.61 هاي طلع هنا هسه حاليا ضغط الووتر زائد طلاب مو تشتبه تكتب لي فيه هنا زائد نجمعها مع ضغط البي 1 زائد هاي 10^5 خل ادخلها كم رقم 1 2 3 4 5 راح اكتب يعني هذا كل الرقم بدون بوينت باعتبار 10^5 نزلتها 1.28762 تمام يساوي طلع عندنا البي 2 يساوي 1.34 7.6 7.6 7.4 6 4.6 1 شنو هذا باسكال هاي نطلع الحاسب العلمي مرة ثانية 1.34 7.4 6.1 بعد 6.1 يعني هنا أنا بوينت هذا بيمن بالباسكال. السؤال إذا نرجع للسؤال هسه شنو هذا ضغط الباسكال شو يريد هنا؟ يريد أول شيء أحسب له وين هنا أنا calculate the gauge pressure at the bottom of the tank قبلها هذا أحسب له الضغط بالباسكال حسبناه بالباسكال ويريد بالبي اس اي. طلع بنرجع اكو امور كون نحفظها احنا. الواحد اتموسفير شي يساوي 101.325 هاي طبعا هنا نتكلم عن البرجر كيلو باسكال وش قد يساوي بوحدات البي اس اي 14.696 بي اس اي اي. اذا طلعناها بهذه الوحدات سيريتن بهذه الوحدات نرجع لجوا. هاي يعني مطلب جدا بسيط مجرد تحويل للوحدات. اذا بي 2 ايش راح يساوي عندي؟ طلع هسه البي اس اي قلنا 1 اتموسفير ايش قد يساوي؟ يساوي 101.325 كيلو باسكال. 1 اتموسفير يساوي 14.669 بي اس اي تمام. زين هسه مرات طالب يقول لي انا شلون راح احول من هاي الى هاي؟ عندني اتموسفير عامل مشترك فتقاعده لك طلاب انا شو احتاج يا وحده؟ شو اريد احول الى اي وحده انا اريد منها؟ اريد احول الى البي اس اي تمام.
اكتب البي اس اي، وحدة البي اس اي هنا يا هي الوحدة اذا تخلص منها، وحدة الباسكال اكتب وحدة الباسكال هنا، واجي اكتب البي اس اي شنو الرقم التحويل مالته 14.696، وهنا ايش قد عندي هذا، بس مع انتباه هنا كيلو باسكال هنا باسكال، اذا كيلو باسكال يعني تروح البوينت هنا 101.325 لان هنا هاي باسكال، فالباسكال ليش هنا اساس ليش تسوي حتى الباسكال تروح ويا هالباسكال، مجرد نضرب هذا الرقم في هذا ونقسم عليه هذه القيمة راح يطلع عندي الرقم النهائي. فنجي عند هاي هي القيمة الأخيرة في 14.696 تقسيم 101.325، طلع عند الرقم هو 19.54 19.54 شنو هذا بي اس اي. زين يقول لك هنا أنا إذا نرجع إيه هاي and calculate the gauge pressure، شو يريد بعد عنده؟ يريد الضغط مال gauge. فننزل زين قلنا absolute شو يساوي مول gauge gauge الجيج ناقص او العفو زائد اتموسفير، واذا كتبه بصورة ستاندر كتبناه مثل مساء كان اتموسفير بالبداية، فالابسوليوت شو يساوي اتموسفير يا تقول زائد جيج برجر يا زائد جيج برجر يا تقول شنو ناقص فاكيوم. هذين القوانين عندنا. انا شو احتاج؟ احتاج الجيج، احتاج هذا تمام. بس شلون راح نطلع شلون راح نطلع الجيج برجر قيمته هنا في الجيج ايش راح يساوي عندي؟ يساوي هذا موجب اشارته هذا موجب هذا موجب، ما عندي اي مشكله. اذا فقط اتموسفير احولها هنا يصير الابسوليوت ناقص الاتموسفير تمام. ابسوليوت ايش قد طلعناها قيمتها، بعد هنا طلابته كيف تستخدم بي اس اي باسكال بعد يمك وينها هاي البي اس اي. خلينا نمشي على اخر قيمه ابسوليوت اللي قيمه الابسوليوت هي قيمه اللي استخرجناها اخر شيء 19.54 ناقص 14.694. هسه يقول الطلاب ليش هاي؟ لان انا مطيناها بالسؤال اتموسفير ايش قد، مو واحد اتموسفير اللي هو ايش قد يساوي 14.696 ويساوي نجي الى الكالكوليتر حاسب العلمية فنصفرها 19.54 ناقص 14.696 هيطلع 4.844 بي طلع يمشي. لا تنسى الوحدات بي اس اي، وهذا راح يكون هنا هو الجيج برجر. وبهذا يكون انتهى حل السؤال الى هنا، انتهى حل السؤال هذا المطلوب اللي هو 4.844. طلاب عندنا مثال بسيط example يقول لك هنا أنا بس خلنا نقول سؤال كمل طلاب هنا يقول لك حول البرجر ضغط واحد اتموسفير، يعني مطيك هنا هذا سؤال مطيك ضغط مالته هاي تمثل البي بشين وحداته كيلو باسكال. اول مطلب الهيد اوف ذا ووتر يعني ارتفاع الووتر، ثاني مطلب شنو؟ ارتفاع عمود الزئبق اتش جي. طبعا اثنيناتهم يريدون بوحدات المتر، هنا مطيك 4 درجة سيليزية هنا مطيك 0 درجة سيليزية. طلاب هنا المفروض بالسؤال يعطيك طبعا هنا الووتر
الكثافة مال الووتر هي معلومة لألف كيلوغرام على المتر، كيلوغرام على المتر تكعب. شو يبقى عندي؟ هاي عند الأربع درجة سيليزية. يبقى عندي كثافة الميركوري الاي جي، حتكون عندي هاي طلاب يعطيك اياها بالسؤال، ما تحتار بيها، 13595.5 طبعا كيلوغرام على المتر تكعب. نجي هسه خلينا ننزل سخاف، يعني مثلا هنا الفكره ما تجي، انت افكار ما تجي، شلون احل بالبدايه؟ نزل قانون الضغط. قانون الضغط شو يساوي؟ رو جي اتش، تمام. كثافه عندي، تعجيل عندي، الضغط عندي، عندي شنو؟ بس مجرد الارتفاع اللي هو يريده. خلاص اذا معلوم السؤال يؤدي الى الارتفاع، ايش راح يساوي هنا بهالحاله؟ الضغط، شوف هنا هذا واحد، هذا وين يجن؟ يجن هنا على، او نقدر نقول نقسم الطرفين على رو جي، نقسم الطرفين على رو جي، تجي رو جي هنا يساوي الضغط اللي 101.325 على هذا. طبعا حل مطلب واحد اي على هنا ايش قد رو جي الكثافة اللي هو شنو مطلب واحد ووتر، اذا الف كيلوغرام في تعجيل 9.81 ويساوي هنا كيلو باسكال، يعني اذا نريد نفتح حتى يصير باسكال يعني في 10^3. فنكمل هنا نضرب القيم، او هنا تقسيم عندي 101.325 تقسيم الف، هنا لا ما اكو اقواس فراح يصير شوية مشكلة، خل ارجع 101.325 تقسيم تقسيم افتح قوس الف مضروبة بـ 9.81 سد القوس. هسه شخص يقول ليش حطيت قوس؟ لان خاف عند العمل، شو مسوي له هو؟ مطلع لي يعني انه يقسم لي اول شيء هذا على الف بعدين يضربه بـ 9.81، فالنتيجة راح تصير غلط. بس اعتقد الطلاب هنا صار خطأ، خليني ارجع من جديد. صفرت هسه 101.325 تقسيم افتح قوس الف في 9.81 سد القوس راح يطلع 10.32. 10.32 شنو هذا؟ بالمتر، ارتفاع بالمتر. طبعا هنا شنو ال H2O اللي هي ووتر. زين عندنا المطلب الثاني بالضبط نفس الطريقة، اذا ال H يساوي الضغط على من؟ على الرو جي. الضغط ايش قد عندي؟ 101.325 هذا باسكال على من؟ كثافة قد طلعناها او هي معطاة بسؤال 13595.5 في 9.81 ويساوي. راح نجي الى الحاسبة العلمية نفس الحالة، 101.325 تقسيم تحت قوس 13595.5 9.81 ست قوس راح يطلع 0.759. شنو؟ متر، لان وحدات هنا المستخدمه شنو طلاب؟ متر، فتبقى هنا بالمتر اللي هو وين بمن يريدن، هو اصلا محدد لي يابان يريدن بالمتر. لهنا طلاب ينتهي عفوا حل هذا السؤال.